سلام، معكم نريمان. اتمنى ان شاء الله احبابي وحبابتي كامل تكونوا بخير. اليوم باذن الله الوصفه تاعنا هي فلان في الكوشه، اللي هو لو فلان باتيسري، اللي معروف بلو فلان باتيسري. الوغ بور لي زانغريديون تاع هاد لو فلان، واش نحتاجو فيه؟ لهنا عندنا لتر غير ربع تاع الحليب، عندنا لا بات فويتي، راني رايحه نحط لكم الرابط تاعها ان شاء الله اسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس، خدمناها في الدار. نحتاجو دو باكي دو فلان لوغو فاني، نحتاج زوج بيضات، نحتاج فقط الصفار، بصح انا لهنا البيض تاعي صغير استعملت بيضه واحده اخرى. وبالنسبه لهاد لي زانغريديون نحتاج 3 مغارف كبار تاع الاكل، يكونوا تاع مايزينا نشا اللي هي نشا، مغرف صغيره تاع لافاني، ونحتاج 3 ملاعق كبار تاع السكر. نبداو على بركة الله. كيما العادة رانا راح نرشو شوية تاع لافارين فوق لو بلون دو ترافاي، باش هكا تساعدنا كي نكونو نحلو في لاباط تاعنا. هاد لاباط هادي في يدي درناها ديجا من قبل في فيديو، راني رايحة نحط لكم الرابط تاعها ان شاء الله اسفل الفيديو، وننصحكم باش تجربوها باسكو فغيمو بزاف ناجحة. الوغ كيما راكو تلاحظو حنا لهنا رانا نصبتو في لاباط، حاولي كيفاش تصبتيها بدرجة انه تكون رقيقة، السمك تاعها يكون رقيق، اي حوالي نصف سنتيمتر. ومن بعد ديريكتومون حطيها في لومول تاعك. كيما انا لهنا استعملت لومول دائري، القطر تاعو 30 سنتيمتر. نحاول نصبط هذيك، نبسط لاباط في لومول تاعي، ونحاول كيفاش نقطع لها الجوانب. لهنا كي تقطعي هذوك الجوانب باش تسهلي على روحك العمليه، استعملي لهنا حلال وديري كيما راني ندير انا لهنا. لهنا هكا راح تساعدي روحك باش هذوك الجوانب يتنحاو فاصيلمون، وتحافظي على لا فورم تاع لاباط تاعك في لومول. فوالا، بعد ما تحطي لاباط تاعك ثقبيها بفرشات، حكمي فرشيطه تقبيها لاباط تاعك، باسكو كيما نعرفو لاباط فيتي رايحه تزيد تنفخ. عفوا، ومباشرة نجوزو باش نحضرو لو فلون باتيسري تاعنا. الوغ على هذا التحلية هذه او هاد الفلون هذا يتسمى لو فلون باتيسري باسكو راه رايح يطيب في الفوغ. الوغ واش نديرو؟ نحكمو النشا تاعنا في الاول، رانا راح نحطوه دون زين كاسرول، نضيفو عليه كمية من الحليب، كمية قليلة، ماناش راح نحطو لا كونتيتي كامل، باش هكا نحللو هذاك النشا في الحليب، باش هادوك لي غرومو، باش الكويرات هادوك اللي نتحصلو عليهم من النشا نحللوهم في الحليب. هكذا تكون عندنا لو فلون تاعنا يكون كامل صافي، ما يجوش فيه كامل هذوك الكويرات في لو فلون. ابخي كي تكملي تحلي النشا تاعك وتشوفي باللي صح راهو تحلل، ضيفي عليه هذيك الكميه الباقيه تاع الحليب. فوالا، انا لهنا ضفت الكميه المتبقيه تاع الحليب تاعي. ومن بعد واش نزيد؟ نزيد لو سكر. لهنايا السكر عادي نورمال، بعد ما تضيفي الكميه تاع الحليب تقدري تضيفيه، لانه السكر نعرفوه باللي يتحلل في الماء. فوالا كيما راكو تلاحظو، ومن بعد مباشرة نجوزو باش نحلو هذوك لي باكي تاع لو فلون تاعنا. نفتحو باكي تاع لو فلون ونضيفوه مباشرة على الخليط اللي كنا جهزناه. هاد العملية هذه راني نقوم بها بلا ما نحطو فوق النار، كيما راكو تلاحظو راني نخدم مازال ما حطيتوش فوق النار. خلاص دوكا حطيت الفلون تاعي، نضيف عليه صفار البيض. لهنا قلت لكم بلي استعملت 3 حبات، علاش 3 حبات؟ باسكو البيض تاعي جاني صغير، بصح الا كان البيض تاعك انت يا كبير استعملي الحبتين فقط، واستعملي فقط الصفار. دوكا خلاص راني خلطت المكونات تاعي، خلطت صفار كلش، حطيته فوق النار حتى يعقد كيما راكو تلاحظوا، راهو عقد معايا. ومن بعد مباشرة نجوز نحطو فوق لاباط فيتي بدون ما نطيب لاباط فيتي. هاني ملاحظة، ندخلو داخل الفرن كيما راكو تلاحظو راهو طايب، شغل راهو يطيب ويتفرقع تنفخ وكلش ما شاء الله. هاوليك كيما راكو تلاحظو، ودوكا هاوليك الشكل النهائي تاعو. هذا هو لو فلون باتيسخي تاعنا، هذه هي الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم. ننصحكم باش تجربوه باسكو صح عنده ذوق رائع جدا. انا شخصيا ماشي من محبي ناكل الفلون في الكوشة طيب، بصح كي ذقته عجبني وبغي مو صح هايل، وراني رايحة نطبقه ان شاء الله بلوزيغ فوا.
الو، كانت هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. كيما راكم تلاحظوا، هاولي كيفاش دا الداخل، على بالي تحبوا نقطع لكم الداخل كيفاش دا. هاوليك ما شاء الله، القوام تاعو والسمك تاعو رائع جدا. الو، كانت هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. ما تبخلوش عليا بجام جام جام، وما بلا ما عجبتكمش ديروا لي جام باش تشجعوني. وهكا نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. نحبكم احبابي، ابونيو للقناة باش يوصلكم كل جديد، وتهلاو في روحكم احبائي، نحبكم.